هو ايه؟ بوردنج سكول ل 600 يتيم. بينا بوردنج مدارس سكول موجودين بوردنج سكول لسه لسه ما عملناهوش، لكن احنا يعني لسه المشروع كبير. ببريطانيا، لا بمصر. بمصر مشروع كبير ومحتاج تنظيم ووقت وتركيز، لان لو تأسس صح يعني هيقعد لزمن طويل. ماشي، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين، انا شايفة ان التعليم من اهم الحاجات اللي تقدر تساعد الواحد حياته. انت دلوقتي تكون معاك شهادتك، ممكن تخش على اي حته تقول له ممكن تديه شغل هيوافق. انت لو طالع من هارفارد او اوكسفورد او اي ايفي ليج يونيفرسيتيز طبعا مش هيرفضوك. احنا عايزين ندي الاوبورتيونيتي دي للاطفال دولت اللي هم ما لهمش حد، يبقى البيت يعني المبنى ده يكون زي عائلتهم. هي مدرسة الداخلية دي تبقى زي بيتهم. دلوقتي احنا ناخدهم من انفنسي لغايه 18 سنه، نديهم التعليم، احسن تعليم نقدر نديها لهم. طبعا دي ممكن ما تكونش في اول سنه، لكن مع السنين بنطور. وبعديها بعد ما يتموا 18 سنه نساعدهم ان هم يخشوا جامعات ويسبورت ذيم سيلفز وكل الحاجات دي، لكن برضو طبعا هم في الجامعه وي جونا جيف ذيم سبورت. فدي مشروع. لكن احيانا الطفل في سن معين بيعديه وانت ما عندكش التاسيس الصح، بيكون خلاص ما بتقدرش تساعده من ناحيه التعليم، يا اما هو بيحب الكوره. عشان كده احنا عملنا ايه الكاساتوك ده، نديلهم فرصة تانية ان هم يطلعوا نفسهم من موضوع الفقر والفقد الامل. فانا جاوبت على سؤال حضرتك. واضح. احنا بنساعد الاطفال التانيين في التعليم وفي الليجاسي اللي احنا بنودي الفلوس التبرعات. نعم، شكرا لك الشيخة الثاني رئيسة مؤسسة ساتوك لرعاية الأيتام والمحرومين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لمواصلة الجزء الثاني من برنامج العربي اليوم. انت لما تاخد المعلقه اكل انا بايه؟ اذا كان للذكاء حدود، الحاجه الوحيده اللي انتهت عني، فما هي حدود الغباء عند السلطان؟ الوحيده ده انت تايه على طول. خدهم كده بالبركه انت ورزقك بقى. يلا، اذا تواجد خلقت المشاكل. فكره كده يالا انت يا خنا، ولا يفوت فرصه لايقاع نفسه في مازق. لقيت فلوس، لقيت فلوس، ويوم ما تفكر تنشر لازم تصيب. فاحذر جيدا حين يفكر. بس لقيتها المطوه بتاعتنا، بس الفلوس مش بتاعتنا. دي قصة رجل الديك بتجيب لك انفلونزا الطيور، دي خطر. شويه فول سوداني وموز يعني. هاني رمزي واحداث كوميديه كثيره في غبي منه فيه، تشاهدونه في الأوقات التالية على التلفزيون العربي. أحلام صغيرة تبدأ تكبر تتعثر. أكشن. هل تنهض ثانية؟ سباحة مع التيار وعكسه في آن واحد. أرواح بأجنحة تصطدم بحيطان الواقع. المستقبل الذي يتحدى الوقت والمكان. تروح تصور وما أدري إيه في وسط رجال، ولا تب عليها ولا أي حاجة. رويد رويد خاف الله في محبوبي. أكثر من 3 ملايين مشاهدة ولأول مرة على الشاشة. خلاص بطلع من البيت. يعني أنت متزوجة بس أنت بتطلع من البيت؟ أيوة. أنت اللي وصلت على الفيلم. شاهدوا الموسم الأول على التلفزيون العربي. شيء جديد؟ إيش؟ شوف لك شغلة تنفعك. ولدي هنا ما في سينما. تكي قريبا. أهلا بكم من جديد. فتح وفاة طفلة يمنية عروس تبلغ 8 من عمرها ليلة زفافها الباب على مصراعيه لمسألة زواج القاصرات في عالمنا العربي.
لماذا لا يزال زواج القاصرات مقبولا ومباركا من قبل بعض الأهل وبعض رجال الدين وأجزاء من المجتمع؟ التقرير التالي يرصد كيف أن الزواج المبكر ما زال ظاهرة تقاوم الزمن في أرياف اليمن رغم تحذيرات دولية من عواقب الزواج المبكر وتأثيره على صحة الفتيات الجسدية والنفسية. نجود تبلغ من العمر 16 عاما، رغمت على الزواج وعمرها لم يتجاوز بعد 8 سنوات. اضطرت عند زواجها برجل يكبرها 24 عاما الى ترك تعليمها. وما زالت هذه الفتاة الصغيرة تعاني اثارا نفسية من زواجها المبكر حتى الان. لما اذكر الزواج الاول احس بخوف شديد، لما الان اتكلم معكم وأنا أحس بخوف وأحس أعصابي خلاص بتتوتر كثير، جسمي يرتعد. تبلغ نسبة زواج الفتيات دون سن 15 في اليمن 14% بحسب بيانات الأمم المتحدة العام الماضي. وتذهب منظمات حماية الطفولة إلى أن قلة الوعي وتدهور الوضع المعيشي للكثير من الأسر وعوامل أخرى ساهمت في ارتفاع معدلات هذا النوع من الزواج. طريقتنا في مناصرة ضحايا الزواج المبكر وخاصة مع القوى الدينية والقبلية التي تصنف بأنها مع الزواج المبكر، نحن اشتغلنا مع يعني أكثر من 300 غالبيتهم من رجال الدين ورجال القبائل ومسؤولي سلطة محلية ومحامين وإعلاميين وغيره، هؤلاء أقنعناهم من منطلق ديني. بعض رجال الدين في اليمن لا يرون ما يمنع زواج الفتيات الصغيرات. الهدف من منع الزواج المبكر هو سن الفاحشة بين المسلمين، ولا سيما أن من وراء هؤلاء القانون ليسوا مسلمين، فالمسلمين أدرى بمصلحتهم، إنما من وراء هذا القانون هم غربيون الذي يريدوننا أن نتخلى عن ديننا. فيما تذهب بعض الفتاوى إلى تحريم الزواج المبكر. زواج الصغيرات أنا والقاصرات أعتبره من الخطأ بمكان. أولا لأن الحق إذا قلنا أن الزواج شريعة وتشريع، فالتشريع لا يصح إلا لبالغ مكلف، فكيف نكلف من ليس بمكلف؟ بعد سنوات على تجربة زواج آلت إلى الفشل، عاد الحنين ليداعب خيال نجود إلى طفولة اختطفت منها، حيث حرمت من التعليم وحرمها بيت الزوجية من ممارسة ألعابها. بالرغم من الجهود المبذولة لمنع الظاهرة، إلا أن العادات والتقاليد القبلية وأيضا قلة ذات اليد أمور ما زالت تشجع على زواج الفتيات الصغيرات في اليمن. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي، صنعاء. ومعنا من العاصمة اليمنية صنعاء أحمد القرشي رئيس منظمة سياج للطفولة. أهلا بك سيد أحمد. نسبة زواج الفتيات في اليمن دون سن 15 في تبلغ 14%، يعني نسبة ليست قليلة. ما الأسباب الثقافية والاقتصادية لهذه الظاهرة المنتشرة بكثرة في اليمن؟ نعم، بداية مساء الخير. بالنسبة لأسباب الزواج المبكر فهي متعددة، من بينها الثقافة الاجتماعية المتأصلة والتي تنظر إلى تزويج الفتاة في سن مبكرة بأنه حصانة وبأنه نوع من الحماية من الانحرافات، تنظر إلى الزواج المبكر أنه فضيلة ولا ترى فيه أي مشكلة أو خطر، وبالتالي هذا واحد من أهم وأبرز الأسباب. أيضا لدينا هناك ما يغذي هذه الثقافة بما في ذلك يعني الأمثال الشعبية، الطرب، الأغاني، الموسيقى الشعبية، كلها أيضا الفتاوى، بعض الفتاوى الدينية، بعض العادات والتقاليد الاجتماعية بما في ذلك الحرص على الميراث وعدم خروجه من إطار القبيلة أو الأسرة. يضطر بعض الآباء إلى التزويج يعني بين أبنائهم وأبناء إخوانهم أو أقاربهم بشكل مبكر. هناك أيضا العامل الاقتصادي وتدني مستويات الوعي وارتفاع معدلات البطالة. أكثر من 60% من الشعب اليمني هم يعني في سن شاب، يعني قرابة من هذه النسبة هم عاطلون عن العمل تقريبا بحسب يعني البنك الدولي. تحدثت عن نقطة البطالة. نعم. كيف يؤثر موضوع البطالة على موضوع الزواج المبكر؟
نعم، أكثر الشعب اليمني غير ملتحقين بوظائف حكومية، وبالتالي معتمدين على العمل اليدوي اليومي، وغالبيتهم العظمى يعني عاطلة عن العمل، وهذا يجعل من مصاريف البنت الفتاة يعني حمل على الأسرة، وبالتالي ترى في تزويجها خلاص أو يعني زي ما يقال يعني أن ترمى المسؤولية على شخص آخر ربما يكون مقتدر. ونحن خلال دراستنا لهذه المشكلة نحن حاليا ننفذ مشروع بدعم من سفارة مملكة هولندا الصديقة في الجمهورية اليمنية، وننفذ فيه دراسة شاملة حول الموضوع، وأيضا حملات توعية عبر المسرح المتنقل، وأيضا هناك لدينا حملات حماية ودعم قانوني ورصد، وهذه أسهمت بشكل كبير من خلال يعني الفترة الماضية من منتصف 2014 شعرنا بأنها أسهمت في الحد من المشكلة، لكن ننتظر نحن مخرجات هذه الدراسة. سيد أحمد، بالتالي نستطيع القول بأن موضوع اسمح لي أريد أن أصوح بشكل أساسي. نعم، أريد أن أصوضح منك بعض النقاط. يعني أولا، القانون اليمني يحدد سن الزواج؟ لا يوجد قانون يحدد سن آمن للزواج، ونحن نقوم بحركة نضالية منذ العام 2014 تقريبا من أجل أن يقر قانون، ولكن للأسف الشديد يعني موضوع الزواج المبكر دخل في التجاذبات السياسية. هذه نقطة أخرى، يعني الحسابات، ونجد على سبيل المثال يعني أن يعني سيد نعم. أحمد، زواج مبكر أنا قد أفهمه. نعم، لا يوجد قانون يحدد سن. أريد أن أحدد المصطلحات. تتحدث عن زواج مبكر، المقصود به ربما 15 عاما 14 عاما، لكن عندما نتحدث عن 8 أعوام نحن نتحدث عن زواج أطفال. نعم، هذا زواج أطفال، ونحن ننادي منذ العام 2010 بأن يكون هناك قانون مثلا يجرم الزواج دون سن 15 أو 16، ويعطي سلطة تقديرية لشخص له اعتبار وله يعني مكانة وعلم في المنطقة الجغرافية ويتحمل المسؤولية. والآن مخرجات الحوار الوطني، وللأسف البلد تمر الآن بوضع سيء جدا، لكن نقول بأنه يعني خلال الحوار الوطني الذي دار 2013 كان هناك يعني انتصار لهذا الموضوع جزئيا، إنما تحديد سن آمن للزواج حتى الآن لا يوجد تجريم لهذه الممارسة، لا على ولي الأمر ولا على كاتب العقد ولا على حتى الزوج. قبل أن أنسى، بالنسبة للطفلة التي تحدثتم عنها، وأعتقد بأنها تتحدثون عن قصة الطفلة روان في حرض، هذه القصة حصلت في العام 2000 أو تم النشر عنها في عام 2013، ولكننا خلال المتابعة والتحقق ومع السلطات المحلية لم نتوصل إلى حقيقة حدوث هذه المشكلة، وتم نفيها من قبل السلطات المحلية، ولم يتم إثبات خلاف ما كانت السلطات المحلية، ولكن للأسف الشديد نعتقد بأن نشرها في هذا التوقيت الظاهرة موجودة بكثرة. طيب، اسمح لي موجودة، وأمثال هذه القصة التي اسمح لي فقط أن أنتقل. نعم، لأنه ظاهرة موجودة في دول عربية أخرى ومنها السودان الذي يطالب فيه ناشطون بسن قوانين تمنع زواج القاصرات. المطالبات جاءت على خلفية قصة طفلة سودانية تسمى أشجان يوسف، زوجت في سن 5 وأبطلت محكمة زواجها في سن 8 العام الماضي. المزيد في تقرير الزميل عبد القادر عثمان. أشجان طفلة سودانية، حينما بلغت 8 لم تكن تبحث عن لعبتها الضائعة، وإنما كانت تبحث عن الطلاق من زوج يكبرها ب3 عقود ونصف. إنها قصة حقيقية تتشابه في مضمونها مع قصص أخرى تتكرر مشاهدها في كثير من الدول العربية والإسلامية تسمى زواج القاصرات. توجد العديد من الحالات، آلاف الحالات بمؤشرات واضحة لطفلات يتزوجن في أعمار صغيرة جدا، كما توضح حالة الطفلة أشجان. ما ميز حالة أشجان هي وصولها للضوء، وصولها للعلن، وجود أم انتفضت وهربت بطفلتها لإنقاذها، وجود خال تبنى البحث عن مخرج وعن حل، ووصولها إلينا لنقدم لها الدعم والمساندة وصولا لإبطال الزواج الذي تم بكل أسف وفق هذا القانون السيء. في سن 5 لم تذهب أشجان إلى المدرسة كنظيراتها، بل زوجها والدها لرجل في العقد الرابع من العمر كجزء من عادات وتقاليد مجتمعية تربط ما يسمونه بالزواج المبكر بحماية الفتيات أخلاقيا وماديا.
المؤسف والمهم أن هناك قوة ظلامية تزعى للترويج لزواج الأطفال تحت مسميات مختلفة بدعوى أنه سنة وبدعوى أنه يحفظ الشباب والأطفال من انحراف. أجان كانت من المحظوظات حينما تبنى مركز سيما لحماية حقوق الطفل قضيتها، فطلقت بقرار من المحكمة وعادت إلى مقاعد الدراسة، إلا أن هذه القضية تمثل جزءا بسيطا من المشكلات التي تواجه آلاف الفتيات غيرها. أقدر حاميها عشان نفك على الأطفال الصغار. ما يزوجون صغار. الليالي بدي طوال على الدولاب والفترة طالت والودة تعبنا تعب شديد جدا جدا بأنه يحاول يتفق الساعة 10 أو الساعة 12 بالليل عشان يجي يسوقه وبتقوم هدى وخدنا ذي بتصحابه لما تصحابه بقوم بهرب. قوبلت قصة أجان بكثير من الاهتمام والتعاطف من قبل قطاعات كبيرة من المجتمع السوداني وأصبحت رمزا لمحاربة هذه العادة التي تساعد القوانين في انتشارها بإقرارها إمكانية تزويج الفتاة في سن مبكر. ومعنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة السودانية الخرطوم الدكتورة عائشة الكرب مستشارة المنظمة السودانية للبحث والتنمية. مرحبا بك دكتورة. أهلا بك دكتورة. أريد أولا أن أعرف حجم هذه الظاهرة في السودان إن كانت هناك نسبة، وأريد لاحقا تعود إليك بسؤال آخر. تفضل حجم الظاهرة. شكرا جزيلا. ظاهرة زواج الطفلات في السودان ظاهرة منتشرة بكثرة خاصة في الأرياف السودانية و تبلغ النسبة في بعض المناطق 52% من نسبة الأسر المتزوجة الزوجات هم طفلات. وهذه الظاهرة ارتبطت بالعادات والتقاليد وارتبطت بعدم الوعي وسط الأسر. و دكتورة، لكن في الفترة الأخيرة نحن بنعتقد أنه تزايدت هذه الظاهرة. عندما تقولين عدم الوعي، يعني ماذا يبرر لأب أن يزوج طفلة في الخامسة من العمر؟ يعني كيف يفهمها يعني؟ هي زواج الطفلات دون العاشرة مرتبط بعادات وتقاليد قديمة جدا جدا وأغلبها عندها علاقة بتبادل الأسر، بحيث أن الأخ يتزوج الأخت ويتم التبادل. وأنا لما نقول عدم الوعي فعلا بقصد عدم الوعي، بحيث أنه هذا الأب وهذه الأم لا تضع نفسها في مكان هذه الطفلة. نعم دكتورة عائشة. بالنسبة للقوانين، يعني كما بالنسبة للقانون، ألا يوجد قانون يحدد السن الحد الأدنى للزواج؟ لأنه في هناك مادة كما عرفنا أيضا مادة 40 من قانون الأحوال الشخصية اعتبرت أن سن المسؤولية هو 10 سنوات. صحيح؟ نعم. للأسف قانون الأحوال الشخصية الحالي هو يبيح زواج الطفلة من سن العاشرة ويسميها المميزة، والمميزة حسب القانون هو الطفل الذي تم العاشرة من عمره. هذا القانون الجائر الذي يهضم حقوق الطفلات ويهضم حقوق النساء في السودان يقول بأنه لا يعقد ولي المميز عقد زواجها إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة. هذه هي الشروط، إذن القاضي ومصلحة راجحة، علما بأن القضاء في الأرياف السودانية غير موجودين، المحاكم نفسها غير موجودة. ونفس القانون لا يضع أي شرط جزائي أو عقوبة إذا تم تزويج الطفلة، فهو يسمح بزواج الطفلات ولا يضع أي عقوبة إذا تم تزويج الطفلة من غير إذن القاضي
والمصلحة الراجحة لا يعرفها هذا القانون. نعم. وكفاءة الزوج يربطها بالخلق والدين، فهي شيء يعني غير مؤطر بشكل يعني دقيق. اسمحي لي، هذا القانون حقيقة اسمحي لي أنا على الإطلاق. نعم اسمحي لي أن أعود إلى اليمن مع سيد أحمد. سيد أحمد، تحدثت عن أسباب ربما تكون الفقر، ربما تكون عدم الوعي، لكن مع الزمن الآباء والأمهات يرون أن الأطفال، الطفلة التي تتزوج في هذا السن تعاني صحيا، تعاني نفسيا. يعني ممكن تفهمنا من فضلك حجم المعاناة، طبيعة المعاناة الصحية والنفسية التي تعاني منها الأطفال في هذا السن؟ نعم. للأسف الشديد الثقافة المنغرسة في عقول غالبية اليمنيين وربما غالبية العرب بأن هذا فضيلة، وبالتالي عندما يصبح الشيء فضيلة لا يرى ما دونه في نظرهم. فضيلة لطفلة في 5 سنوات يا سيدي. على الجانب النفسي نحن وجدنا نعم هذا جنون بكل ما تعنيه الكلمة. نحن في الأسبوع الماضي وصلتنا قضية أب يعني ماتت زوجته فقام بمبادلة طفلته التي عمرها 11 عاما بزوجة يعني في مديرية اللحية بغرب اليمن، لكننا لم نستطع التدخل ولا حتى السلطات المحلية استطاعت أن تتدخل نظرا لأن البنت قد زفت إلى الزوج وأصبحت زوجة، وبالتالي القانون لا يجرم هذا الموضوع، ونحن إذا تدخلنا لا يوجد ما يسندنا وسوف ندخل في إشكاليات يعني مع الأسرة ولن نجد من ينصر قضيتنا. ولذلك يعني عملنا غالبا يركز على الفتيات قبل الزفاف او قبل الدخول بهن دخولا يعني كاملا، وبالتالي هنا تواجهنا اشكاليه. هناك ايضا اثار ليست النفسيه فقط ولا حتى الاجتماعيه او التعليميه، هناك اثار حتى على موضوع الطلاق. يعني هناك عندنا فتيات يتم طلاقهن في وقت يعني بعد ان تنجب مثلا طفل او طفلين، وبالتالي تصبح متسوله او تصبح مثلا يعني تتعرض لمخاطر كثيره من اجل انها تطعم هذا الطفل، خصوصا وأن غالبية الزيجات تكون من أسر فقيرة. هناك أيضا الإشكالية الاجتماعية أن هؤلاء الفتيات يعني نحن أو يقول البعض بأنه يتم تحصينهن، يعني إذا طلقت وهي في عمر 15 عاما أو 16 عاما إلى أين تذهب؟ كيف تقضي بقية حياتها في بلد مثل اليمن؟ لا توجد يعني دور إيواء ولا يوجد يعني مراكز ولا يوجد قدر من الوعي بالتعامل مع المطلقات الصغيرات، لا يوجد يعني بيئة تعليمية جاذبة للفتيات، لا يوجد مراكز يعني لإعادة التأهيل والإدماج وإيجاد فرصة أو بناء قدرات هؤلاء الفتيات لاستئناف حياتهن بشكل يعني من جديد يعني، وبالتالي نعم. تواجهنا مشكلة أن هذه البنت قد تنطوي، قد حتى ربما يعني قد تنحرف سلوكية كما يتخوف البعض. طيب وهذه سيد أحمد ابقى معنا، ابقى معنا لو سمحت، ربما في كثير من البلدان العربية. لي نعم. أيضا معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية حقوق الإنسان. أهلا بك سيدة فوزية. يعني القانون الواضح في هذا الشأن هو العمر الحد الأدنى للزواج عمر 18 عاما، لكن هناك أيضا في المغرب من يبرر حد أيضا أدنى وهو عمر 16 عاما إذا كان بموافقة وإذن من القاضي. ممكن أن تشرح لنا أكثر حول هذا الموضوع؟ مساء الخير. في البداية لحقوق المرأة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بطبيعة الحال أهم تعديل عرفته مدونة الأسرة هو قانون الأسرة الذي نص عن المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك هذه المساواة في سن الزواج، وحدد الحد الأدنى لسن الزواج 18 سنة باعتبار أن الزواج يتطلب مسؤولية وأهلية، لأن جعل من الأسرة تحت مسؤولية الزوجين واعتبرها خلية للتنشئة ضمن خلايا التنشئة، وبالتالي تتطلب الأهلية الكاملة والوعي الكامل، وأن قرار الزواج لا يمكن اتخاذه بإغراء أو بتهور أو بتغرير أو بشكل متسرع. وبذلك حدد تكميل الحد الأدنى 18 سنة ووضع شروط وقيدها قيد
بشكل استثنائي ولم يحيلها على مصدر خاصة، بل في نفس القانون حدد تلك الشروط الاستثنائية. لكن مع الأسف أن هناك في التطبيق بعض التجاوزات. من الشروط الاستثنائية، أولا لا بد من إذن القاضي، ثانيا لا بد من توقيع القاصرة وطلبها بالتزويج وإذن الأب، ومن خبرة طبية وخبرة اجتماعية، ومن تعليل كذلك الاستثناء. لكن مع الأسف هناك مقاومات كثيرة جعلت ضعف لاحترام تطبيق هذا القانون، خاصة احترام الحد الأدنى بالنسبة للفتيات، لأن يجب المعرفة أن أغلبية الحالات لزواج القاصرات تتعلق بطفلات وليس بأطفال، بالرغم أن لا بد من الحفظ عن الطفل والطفلة، لأن المكان هنا. طيب سيدة فوزية، كم يبلغ عدد ونسبة القاصرات، زواج القاصرات في المغرب طبقا لما تقولين من حالات استثنائية؟ من حالات استثنائية يعني شكلت هذه الحالات في ارتفاع مستمر ووصلت إلى حد 11 سنة، ونحن كجمعيات نسائية وحركة حقوقية لازلنا نطالب بالمنع الكلي لهذا الاستثناءات، مدام أن لم يحترم روح وفلسفة القانون، والتي غايتها هي حماية الأطفال وهي كذلك حماية الأسرة باعتبارها خلية للتنشئة، وما ينتج عن زواج القاصرات من مآسي وكذلك من مشاكل قانونية معقدة، ومن طلاق وإلى آخره من مآسي. مع العلم أن زواج القاصرات يوجد بشكل أكبر في مناطق نائية معزولة، ليس كما هو الحال في العديد من الدول العربية. يبقى أن الحل ربما في جهودكم أنتم وضيوفنا، في جهود ضيوفنا أيضا من اليمن ومن السودان ومن المناطق من الدول العربية الأخرى، لكي يتم نشر الوعي لمحاربة هذه الظاهرة. نشكر ضيوفنا من الدار البيضاء السيدة فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ومن العاصمة اليمنية صنعاء السيد أحمد القريشي رئيس منظمة سياج للطفولة، ومن الخرطوم الدكتورة عائشة الكارب مستشارة المنظمة السودانية للبحث والتنمية. نشكركم مشاهدينا الكرام ونترككم في رعاية الله. تصبحون على خير.